لازم يبقى معايا واحد تاني بيجي لي زي السوليه. السوليه اول ما بيقطع بيخش جوه العالي معلول وبتتلعب لبره بيروح حاططها ببطن رجله. مين اللي خلى العيون كلها راحت على الفيرود؟ انما ما حدش شاف سوليه وهو جاي. اتفضل يا بص يا كابتن، هقول لك حاجه مهمه، هي موضه مدرب او ستايل مدرب. فايلر من المدربين لو انتوا راجعتوا كل الماتشات الكبيره بيحب الفيرود بتاعه مش متحرك. تمام؟ اجايه عشان يبقى محطه. ايوه دايما. حتى وليد ازارو مثلا لما جه الفتره اللي هي بتاعت ازارو، حتى هو مش هقول انه مش معجب بيه قوي، لكن عاوز اقول لك انه ده ستايل لعبه، بيحب القادمين من الخلف، ده طريقه لعبه. تلاقي لعب شامل في النص الثاني، اللعيبه لا مركزيه عنده، ودي موضه كره القدم في الوقت الحالي، وانت لازم تواكبها في كل العالم. ما في دلوقتي فيرود متمركز زي زمان يا كابتن، خلاص حرب ثابت انتهى الموضوع ده. عارف ليه؟ لان لو شفت كل فرق العالم هتلاقيها خلاص الثبات ده انتهى، مفيش حاجه العب باتنين كمان، انتهى. لانه ال- ال- القدرات البدنيه بتاعت الفرق ما تستوعبش انك انت الاتنين اللي يبقوا قدام يرد منهم واحد مش تاخد منه حاجه. انا مش فاهم حاجه، بس انت بتقول فايلر بيحب الراجل بيعمل محطه؟ لا انا بتكلم على مودة كره القدم. لا انا بتكلم على فايلر دلوقتي، قلت لي انت بيحب الاسترايكر بتاعه يبقى عامل محطه قدام. والحكايه دي اتلغت كلها؟ لا مش اتلغت يا كابتن، انا بتكلم في ايه؟ انت حته الاثنين روس حربه اللي تلعب بيهم، انت هتفضي في وسط الملعب، هتفضي في وسط الملعب واحد، الرد ما بتبقاش في الوقت ده، التجهيز بتاع اللعيبه. انت ليه اللعيبه بتاعت اللي بيجروا دلوقتي من 10 ل 11 كيلو، احنا في مصر ممكن نجري من 9.5 او 8.5 ل 9.5 اللعيب بيجري، انت فاهمني؟ فانت ما تحملليش واحد في وسط الملعب زياده هيجري له 11 12، مش هيعمل لك انتاج وممكن يتعور، ومش هيعمل لك الوقف الجامد. عشان كده حته والكباتن قالوها، كابتن اسامه قالها والكابتن ايمن قالها، لما انت بتلعب باتنين روس حربه، والكابتن اسامه كمان اتكلم فيها، بالسرد باكين بيبقوا فرحانين جدا. فرحانين في حاله ايه؟ دفاع ولا في حاله الدفاع؟ وعندك الظهير اللي هنا فايلر ما بيلعبش خطه واحده، هو فايلر يعني متغير دايما في طول لعبه. أيوة. يعني شفنا احنا في مباراه انبي كان بيلعب باثنين، يعني شفنا جايه وشفنا مروان محسن. اسامه انت لو لعبت راس حربه والكره ما جاتلكش خمس دقايق كده او ثلاث دقايق بتعمل ايه؟ تروح ساقط لتحت، عايز تعمل 1-2، عايز تاخد اي حاجه، بس في ناس امكانيات. انت لو الكره ما جاتلكش عادي لمده دقيقتين ثلاثه. بس كابتن اسامه بعد اذنك، عايزين قبل النقطه دي، قبل الماتش القمه